اليوم رجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة جنرال. اليوم رجعت لكم بجيم نار وشرار يا حبيبي نار. الجيم خرافي حرفيا. انا نسيت الجيم صح. ايش كان الجيم؟ دخلت اصور ما بعرف شو الجيم. فجيم اكيد نار وشرار لانه اير فورس. فخلينا نشوف شو الجيوش. انا يو اس اي سوبر روبن باللون الاخضر وما عارفين اندرتيكر كالعاده انفنتري باللون الازرق فاتح ومعي مافيا. نحن ما مجمعات مافيا بس هيك اسمه مافيا. جيلي عادي باللون البنفسجي وضده اورانوس ستيل باللون الازرق ومعه جيلي عادي. نو شو اسمه هذا تريب اوف جولد وات ذا جيلي عادي باللون الاصفر ومعه دبش اير فورس باللون الاحمر. فالخطه هي انه معنا نحن فول سكان فطلع عنا الاير فورس قدامي فورا. فقلت له لرفيق الاندرتيكر انزل ارضي. فانا توقعت كالعاده انه بده يبش علي الاير فورس. خليني اصغر شوي. دبش علي الاير فورس يشيل لي السيرش. فانا السيرش عمرته عند رفيقي الاندرتيكر وانا الاصفر عمر 5 وار فاكتوري بالاضافه الى نزل على الاويل بعد موتور ليفتح تنال بارضي وفتح يحاول يحميل الاحمر. فالاير فورس جاب 4 طيارات شال لي اول كازيه. اعتقد الكازيه عرفت انها رفيق الاندرتيكر. لا اخذته انا. وهم بش سريع من قبل اورانوس عم بلعب فل كواد ولكن ما في لاعب عليه بفل سكور بيون. في سكور من اقوى من الكواد كثير. فاورانوس اكيد خسر البش تبعه. وهم بش سريع مني من في اندرتيكر. انا لعبت فل همرات وفي اندرتيكر اللاعب اوت بوس بالاضافه الى الميني جنر شاسمه. وهون ضرب الطيران فاشل. الله يكسر ايدي. كان بيحاول يساعد رفيقه بس السماء صار عنده فل. هلا صاروا فل كله غلب. فهون الاصفر بيحاول يقاوم لعب سكوربين بالاضافه للاكواد وطلع الجنون. فانا خسرت شويه همرات بالاضافه الى الازرق. وات ما في شلون عم بخسر سكوربين تبعه. بس الازرع بيلعب عليه مايكرو تقريبا ولكن هيك الازرع بده يخسر لانه سكوربين اقوى من الكواد بكثير. فهون عندك واحد من الحلين. يا بدك تلعب فل سكوربيون يا بدك تلعب فل كواد لانه في اير فورس. والله المفروض الاير فورس يعبي له وحده شينوك. ما عليك عم عبيها ولا عباها. المفروض يعبيها وبعت لي اياها فورا بيرجعها الف سنه لورا. فهون البش كان جيد. الاصفر خسر الكزيات تبعهم. بس خليني اشوف شغله. بالنسبه للجيوش انا سوبر ووبن وانفنتري وجي ال اي ضد 2 جي ال اي. على فكره الجيش تاعها اقوى. اير فورس 2 جي ال اي يعني معك جوي ومعك ارضي وانضرب الطيران. خلينا نشوف. الله يكسرني. بس اول شيء الاخر يا خرج شنو هذا؟ طيران فاشل. ها انا جبت سبكتر خلصت اول مطار ثاني مطار دمشته شوي. فالاصفر عم بلعب فل. ما عم بلعب فل عم بلعب فلافل. بلعب سكوت. الاخضر جاب الشينوك. رفيق الاندرتيكر هرر لي اياها بسهوله بسبب الميني جنر. وهون شوفوا مثل ما قلت لكم الازرق خسر كل الكوادات. يعني كان المفروض يعمل شي 20 تنال ويلعب باصات ويكمبر. يعني الهجوم على السكوربيون غباء يعني. فهون احنا كنا عم نحاول نهجم من هي الجهه. فالاصفر عمر تنالين بالاضافه الى بلعب سكوت بالاضافه الى الاحمر عمر 2 فاير بس. فنحن غيرنا وجهتنا وقررنا نهجم لهون. البنفسجي قرر يهجم على ارض الازرق ولكن هون شوف الازرق معمر تنالات كثير. جمع الار بي جيات تبعه وجابهم على السكوربيون ولكن السكوربيون بسبب الصواريخ اللي فيها
الار بي جيات فورنا نعب موتو. فهون لازم الاير فورس لازم يساعد بوحدة شنو، المفروض يساعد بوحدة شنو. اين انت؟ سبيكتر من قبل الاحمر. هون الاحمر عم يهجم على ارضي. فجر الباور بالاضافة لوحدة سبلاي وجاب سبيكتر على السبلاي التانية. وهون قتل الجنود، قتل الجنود خلال طيران. الاصر اجى عم يساعده للازرق. بس تأخر كتير رجال، كتير لا تأخر. مافيا صار معه 4 اويل بالاضافة الى انا صار معي 3 اويل بالاضافة الى رفيل اندرتيجر فول ميني جانر. انا جبت 2 افنجر مشان السكود، ما انا بلع سكود كتير. الازرق ما شاء الله، الازرق هون ميت بس اخذ مني بار. هون رفيل اندرتيجر لعب 2 هيليكس. الله لعب 2 هيليكس، قضينا على كل السكود. واو شي فخامة. فهون قررنا نقدم وانا جبت الايتن خلصت من تنل. فهون الاير فورس عم بيحاول يضرب الهيليكس، فجينا بجيوشنا انا ورفيل اندرتيكر ومافيا. فالاصفر ما عنده حل واحد غير يلعب سكود. يا عمري على سكود، عمري على سكود. طلع السكود رتب والسكود التاني لمعه بقى. يا قديش بلعنا سكود. في 2 افنجر ولكن الاير فورس هون ملتي كتير بالافنجر، قضى على الافنجر كلهم. الاصفر موزع تنالات، موزع واحد فوق واحد بالاويل واحد بالوار فاكتوري واحد جم ارضه. والله عم دلع سكود ها، يعني طلع صار حول على تكتيك السكود فورا طالما عرف انه ما في افنجر. هلا المفروض انه يجيب هيليكس تاني مرفيل اندرتيكر او يجيب اللي دول ميج، لانه شوفوا الاصفر سكوداته رتبوا كتير. الازرق نايم حاليا، الاحمر الايرفوس لا يا الله شوفوا شوفوا انا سويت، عبيت الجنود اللي كانوا موجودين بالارضية اللي فجرهم السبلاي وغيرها، فانا عبيته بواحدة شينك وجبته. وات ذا فاك شو هاد؟ جليتش؟ لا حلوة الجليتش. فالايرفوس خسر واحدة سبلاي بالاضافة الى مطارين. نيكو عم برجع بعمره. وهون فرجيني الاصفر صار 5 ستار. لا يا الله الاصفر صار 5 ستار من ورا السكود، وشوفوا السكود يعني صاروا مخفيات خفاهم. خسرنا جيوش كتير. فانا هون جبت السبكتر لاشيل هذا التنل الموجود هون وبلعب سبام، يعني الله عندي كزيتين بالاضافة الى السبلاي. فانا هون عبيت 2 افنجر بوحدة شينوك. فهون اجت الكاربت، الكاربت كانت بعيدة. فاعتقد صار السكود بلا فائدة لانه في 2 افنجر. الايرفوس ايش عم حاول يساوي؟ شوفوا شوفوا الاصفر مشان يلعب سكود وزع 3 تنالات قدام ارضه او بارضه كمان. بالاضافه الى خافي شوي جيش، البنفسجي صار يلعب فل الكواد. فل الكواد المفروض يطلع معه من اول لعبه. سنيك اتاك، وينو هذا السنيك اتاك؟ سنيك وين سنيك؟ سنيك اتاك بالاير فورس. البنفسجي لعب فل الكواد. الله فهمنا ليش لعب فل الكواد، مشان يفتح سنيكي عند بارض الاير فورس، فالاير فورس ما عنده ولا طياره. فانسحب وعطى جيشه للجي ال اي، والجي ال اي لحد الان صامد. والله عجبني لعبه. شوفوا 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 السكود، يعني بندوب السكود صحيح في افنجر ما عم بضرب على افنجر، ولكن عم يضرب عند على زي الافنجر على حواف الافنجر بحيث الافنجر ما يصد السكود. شوفوا 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 شفتوا شفتوا بندوق، عجبني لعبه. هو اخذ بار، شو اخذ بار؟ اخذ بار من اول لعبه. البنفسجي هون مسح ارضه للاير فورس، فنحن انسحبنا شوي لنسحب السكود لبرا، لانه السكود متخبين ورا البنات فهذا الشيء صعب. وكمان عم بلعب عفول عشاير. الازرق نام، نام كتير نام.
بعد ما خسر اويلاتو نام كتير. الازرق البنفسجي جاب ها ما نام ما سوان جاب سيرو سواني بس صار هون راح اعيد اللقطة بس اشوف هون هون جاب انتراكس بوم من البنفسجي ولكن الاصفر ضرب على الارض وفي الاندرتيكر جاب الميجز لا يا الله شوفوا الميجز اجى بوقته وقضى على كل السكواد هون شوفوا الازرق جاب بوم تراك يعني شوفوا من خلال التنل المفجور فهون جاب بوم تراك فجر الاويل 2 جاب البوم تراك عن طريق النص منهم معمر تنلين بالنص مستحلين على النص من اول لعبة فهون شال 2 اويل بالاضافة اللعبة يحاول يجم على ارضه شوي شوي عم يحاول يشيل التنلات اللي عايقة قدامه المافيا ما راح يحمي ارضه ابدا ابدا جي جي وير بلايز الجيم كان حلو لانه كانت جيوشن اوا كان معهم اير فورس وخسروا لانه نزلنا انا ورفينا دارتيجر بش ارضيهم وما خليته يطير فالاير فورس ما قدر يساوي شيء قدام الميني جانر شوفوا الاصفر والله يعني دافع دفاع اسطوري عن طريق السكود قتل 209 فهيك بكون وصلنا لنهايه الحلقه اذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك ونشوفكم بحلقه جايه